صباح السلام السلام عليكم السلام عليكم تشرف كويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعدي نجوى عدودة يقعدك قبل كمرود شاه. لما عندك موي كيسة إن كم إذا سيب الكيد ينعاو هكذا سوي مناي سينومو شيء تهاجع ردينا عدودة هنا الكل قرب تهاجعنا اسمي حاكم ككل مية سين هربا قصقب قاعد أنا لابد كوي تدوي تونك دروشين كهرة أيان ما تنا إن تين كبدنو قرب تهاجعنا هذا التفاصيل جورن تكاب بدن قالوا أوركينو لحكة كوبية لما عندك موي كعاصمة هرجيسة ككوبان تهاي ترى الجود أكتف كنوع ولابد كون يقدر بقول تاي إنك بدنا نقول كوسي خير سنت هاي أنت كبعدي أنا قبرتنا عاوه حكوا عدينا نا كبي أمينا نا إنا نقرب تاجنا هاي حسب الحاكم ككلمية لسه إنه هذير إنه هذير وقتهم بتشيننا سيدا كوعد حسبي وكل مية وحسبي مشاهد وحسبي سومالي الآن اسمه ذاك صغير غاتي وحسبي أفرت وجه سنو دبي وده كتلنا يي حرمك وقرص يوكل يا أيا لك درم يا تمام قبل هذا سومالي الآن سيدا سيدا شبيك مجانا نهاي لا دامي نهاي بنيرتي كيل كي جنريشن كي دبي وحين قوان كني مبدأ نفكر كني سوق خامنئي إيران وقرب تاجنانو هوجان ندحينها مصبي عبد الجديد سمو بسمي أنت كبعلي إن قدام من هين تحس بيجي كل سوق سوق تحس بيجي كل ميكو عاد والجوس كل هريم ويانا لما كنا لها إن قا أنت أنا كنا فردا ودك بريت ولا حس بيجي كل ميدا هو جامين السومبا إن قا ويانا تذكر معها تذكر سياسين تا بريت ولا حس بيجي سوق عيا ودك كنا نون بركا سين بريت ورا ودك كنا قرب جل هاي لما وين الحس بيجي حاكي كنا قرب لنا تاجر مع عضو عدود عض نوع وربوي هاتو وين اللي قرب تجنا أنت أما بعد أنا قلت لمن حيوان حسب يكون ميك عاوين إنه حيوان كم إذا يمك سوشيال ميديا حسب يجي سياسة يروح ولا بلوجي يبكي يا ما دام إنه هاي بتشور تجي عاصمة عود كا تذكر كلي أبو ذي إنه هاي إنه حسب يجي كل مية عود كمان رجح يلا إنه قلت تغش إنه إنتن سلك عرناي وحكم إذا سين ويجين كنن حسب جينا سين عض عدود وكنن بلنتن وحوي حسب جا كل مية كل مية كل مية مركا وضعه السلام يا مدير مستطيع عدي لما وحلا يا هاد كن يدي بوهريه هذي بتعريه نوري بدل تسياد وبرد جاي لا هدوس سلك بقول تعرنا يا هذا كن حقوق بان كل يا دهاي أنا كن ميت بان حقوق لا يا دهاي أنا هذا كن ميت بان كل يا دهاي Orang kaki ini orang putih hari no, oh hilir hujan kulit kerap cegna no. Anak guna mit bantu kulai na hayo tuh ina dengar aja so, pertama semua gad no dapso, ayah aku kulai. Fadzal Amir semua hal kasu kan aku sedih ni agdi muda ni hal kasu ina. Inu anak kita nuwun aja, kita marwal ba, udah kisah, iya dah kisah, berhingga nuhado, anak guna sedar sokale, agu iyo, dah bawa nuhina, insan uah hordi gih hore, madoe, urin esmi heli ma, puri dah kuwe putam bayan. Wahal itu, urin esmi dukan uah sel esku dewi haye, insan uah inti hordi gih hore, eh adik aku sok bogatay, pas kuwe putam bayan guri halu kucra. Inta badan nado marka ayah agt iyo dad ka baso sara endaman tu markiina mar walba ugu soo dhoweynayaan laga ma yaaban cid kale agt ay qaanu siino kulbiyaan ku ognahay agt ka soo ma ha soo kulbiyaan agt ma siino ya su'aal ka qaba kulbiyaan inuu wada nahay kulligeenba hada ay ku beenina hada waan la islaam Wahai, apa tu asal tu? Kebenaran Allah, pernah ayat tambah ya, mamlin tuan salam ya, sudah sendirian tuan salam ya, salam alaikum. Oleh kelibat itu, kawan tahai, ukdumi, yukhigen ki, urka hormud, ayah, allah, ofah, fahiy, urka, kor kawan, hadal kit kawan. Kolei dorsha lesuca ayah, kuligen kuligen kulbiyan nahai, kor yallah. كل يلا ما واحد يدفون كاميرا سويان كل يلا ما كفوت الله يستره اللي سويته هو كل جاي نقعد كنا كل بيان كوب صينا
إنتها مكان كيما دو وحنو مهضنق يا أو هوشان آدي آدو غلشك يا حلبان أحمد كاره أو حلبان هذا كيو على عطا كميدان آدبان ومهضنق يا سلو كالي وغانكا قبل كحسب كلمية وكوكا يا هاي عبد الرحمن هالية قدومية هاي سكو قدومية حسب كلمية قبل هذا حوهي نجيب حوهي نجيب إساقنا هاي بو سلامنا هاوش عدرقين كسو شديو هاي آد يا آد محاي وقت قوي قوي بحيجي إني نوقف صوتو إلهي بمهدو ينوسو بسكي دي كولي دي عدود دي نوحان كومو تشنينا ورنو بغن يدر لدو بغن بجرة إني نتاو مقرأسا أغوطة عدعد مقرأسا كل بيو بوشو سوهيسا عينو نقونا حدو الله إدمو كل حلوانا دي وسيركا وسير بوري ساقنا سلام ايا نو فريا وانسو كوبينا إن شاء الله مناسبتا عاد بو سلام كل ليو مدي نقا مقاري إدرسو مالنا مناسبتا سلام سلام عليكم دي حلوانا عاد بو سلام ايا damaan ururka ayaan hormuud xubnihiisa kala duwan golaha dhexe gudida fulinta dad baan idin salaamayaa runaantii aan haaday looma hadlay dadaladii intii lagu oran lahaa horta fadhiiba gaar gudoomiyaha dalada ee anagu caawa iyo intii horeba waxaanu diyaar u nahay inaan cududeeda iyo dhigeeyay maalkeega inaan u horno xisbiga kulmiye maanta waxa xaqa isku keenay waa kulmiye jacayl cid lama soo qasbin cid lama soo riixin qof waliba afartii galabnimo yeenan waliba iyada gurigoogi ku soo baxday xilligaana waxay u joogtaa taageerada xisbiga kulmiye marka waxa anaga naga go'an in aan xisbiga kulmiye hiliyaha waa la garab taagano 15 saacadood iyo wax ka badan oo safka ugu jira waa naga balan sameeyeen musuq cilmi markaa insha Allah saayn caaw balan ka qaadnay wasiirka iyo xildhibaanka iyo gudoomiyaha ayaan ugu balan qaadinaa inteen joogtay inta maqanba waxaan gaarsiineynaa maanta xisbiga kulmiye waa xisbiga mujaahidiinta ayaa la yiraahdaa mujaahidiintii waxay noo sadexiyeen waa nabadi maanta ciidda nabada inuu kuma daasho daashoonay inuu ku wada joogna keentay aanba insha Allah qosigina keen doonta deeyadu ga insha Allah qosigina ugu dhaw wixii naga dhimana de insha Allah xukuumadda weyn keenay sayn ugu noola garab taaganay deegaan sax ah keenaya wacdkeena wacdkeena meel kale mar ma insha Allah jeedintaas ma qosigana kullay deeno dhameystirayse insha Allah wasiirka waxan lay aqoonsigana idiga sugin insha Allah aad waan yahay ki dalkaana haytan bir kogu ku ciyo dam qaada wax yeela badida yabana haytu markii aawurtu ba kulmiye way ku sugayaan kulmiye caafimaadu daawinaya imi horena waa daawaysay imikana waxa ku soo dhawayn doonaa anigu magacaabu aan baan ku imi laakiin laba ujeedo kaliyan rabaa inaan idin cadeeyo hadalkaygana sumad baan u yeelayaa cidaan la hadlayaa abwaano sidaayo abwaano ahay waxa weeyaan dhalinyarada inta badan abwaanadu madalaha sidana ama xisbiyada aniguba markaan iska soo qaadayo maan iman jirin kamaana hadli jirin laakiin waxaan isweydiinaynaa sanadka maxay soo kiciyay waxaan sanadka ololaha u galay in muuse biixi ku taageersanay iyaanu xisbiga hore ugu jiray ilaa 2015 aanan haddana taageernimadayda caddaa inaan islaa deeb ugaan baa tahay dadka dhexda maanta dalku wuxuu baahan yahay badbaado badbaado qaranku u baahan yahay abtirsiin kuma badbaadaya abtirsiinteennuna waa qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland haddii abtirsiimo iyo reernimo jirto anaa cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi adeerkay yahay walow isaga iyo muuse biixi cabdi ay saddex habeenii kala xigaan haddana waan raaci lahaa haddaan isleeyahay abtirsiintu waxay ku geynaysaa waddadii saxda ah hal shay baan cadaynayaa intii doonaysa hadiido waxaan isleeyahay sanadka muuse biixi circulation 90 degree oo qof kasta arkayo waxaan maqli jiray ilaa maanta iyo maalintan garaadsaday jabuuti waa walaalahay laakiin waxaan isweydiin jiray wali horta jabuuti maxay idiin tiri ilaa ethiopia uu qaxdeen ana nafsiyan isweydiin jiray qofka bini aadamka inuu is xisaabiya fiican intaan isaga la xisaabin
بلدن يرى سؤال من ويدين يا ميا جرانسان هل شيء او جبوتي نوغا بطاي او للي يا هاي والتي وانا هاي باسبور لوغوف ما هاي موسى بيح عبدي تدكي اي نوك ميسنين الهي ما انت اي ما انت اي نوهي سيدي اولي بدقان هذا موسى كسو جيدا هو بدنا داني جبوتي بي هاي دولة نمد ان عد عقا هاي سينو حاي جبوتي موسى بيح يوح 90 degrees سقاشن ورئيسي حقال سقاشنا مالين تولي وحن قاطه شيسكا عد كاسقا وصمال الله نعبي وكسو جسيته شيسكا والله ليال هل تسالان رباد اليرو انا لنتصو مستقبل كي دل كم باتهين انا قنا مربانو هاي شلي مركي لها القبعي مستقبل كي وانا هاي نوحا نخونا اللون اينا هاتي موسى بيحي محمد كاهينيو لحلي يكو أبوريو أذن شيني يأذن صليباني يبنان كي يدور كي قمت كلنا يين وان راعي سنايو أنه قمنا أكسن بان صوك عنا يا هدا يان مقالة دار جيسي سيقول حفظم لحمرنا حر لماذا أي يقوب لماذا أنا قوة صالها أنا قل ما تحرني كتكينا دردارك دردارك جيسي بل يروي هل شريبان دي الله هاي ورحلة تصالك وروح بضم وحايدين عن وحي حمر كدعي دادك اللي دوني إنين لم يدونوا دادك اللي يرتو دي نفدي هتل والب وجهك تدل يرتين كوي دي لم الله هابليه ويلشي حالة وصوا بحين دبته كل إرسادان وحلو لا يسي أحمق النماء وأرحم دراء وهل بكوذو أي عنا يسال صادوا كوا لما بدو بكرنه ما أنت كرني مدين وحي تاجنتي هيرك إنه بتبعد الله فرتي نين بتبعد له كتير ده هل كلمة بان ولا نيا ما درى يحس بجوادني ما درى يوم ده حديثة لكن سؤال كل يوم ويديني ما ده حديث بقول بجوادني وحن لا يا وركوا صان بورا النوع هذا يثبت الكلام نجا تاجريني هلا إذا كان مغلوه شيء كإثيوبيا سيها قرلانا نوتا جرسنا يجبود يسمال لأن عدوين كوادي هنا عجا إن سوماليا عدوين كوادي هنا عجا إن هيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي لان كرمية 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 مدحبين على سومالي لان موسى بيحي موسى عبدي هلدي هنوال هذا دلت هرمودنا هنوالات دماتي وذنوال هذا أدوان وقفر أحسن هاي رنتي هذا كان هذا البدن بلقى سو تشيدي مدح بدن با هذا كي وذا قارتي وقت تنبرو ويان أنا جب جبت إسيان لكن أنا مبين بان بكرة الدار ميا دلني روي وحلو كلا بدن يا وايدك إذنك كار كيني بلو كلا بدن يا وحنو مرنا كل يوم كار والله هاي استسمع وفان كار هاي سميتشرة كار كيرو إلى عليا inu xafida 13 November bay doonaynaa inaan ku ridno kaarka sayn soo saarnay in soo saarayna kulmiyeeyo Muuse Bihi Abdi ma sha Allah dhamaatiin horta saasay u baahanahay kaarkiina inaan ilaaliya waan maqlayay meelaha sa kan maqlayay in dad ay warwareegayaan laakiin kaarkiina inu xafida hadii Allah u dhala saar hadii aan ii sheego wax isbiga kulmiye horta wax isbiga ugu faca weyn geeska Afrika qolii geeska Afrika waa taqaan mar mar yar dayba ay wada tiino iskuul waa dhigateen wadamada geeska Afrika waa isbiga ugu faca weyn waa isbiga afar iyo toban sanado sanadka marka lagu daro haysta xisbi haakinka waa xisbiga labaad ee Afrika oo dhan xisbi haakinka ka ah waxaan bay naga weyn Afrika oo dhan marka la yiraahdo ANC South Africa ka labaad bay noqonaynaa geeska Afrika waxay noqonaynaa ka koobaad xisbiga inta ah ee ka koobaad ah ma maraynaysaa inuu maanta laga badinayo macquul miyey tahay macquul maaha waxaan doonaynaa inaynu dhamaateen gacmaha isqabsano waxaan doonaynaa inaynu xisbigeena kulmiye soo saarno waxaan doonaynaa inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad ku soo celino xukunka Soomaaha ictiraaf keenay isaga inoo haya yaa ictiraaf keenay oo keenay iyo ilaahay allahayna raxmaan ka baa inoo keenay kasoo koobna Muuse ya allahayna marka laga yimaado Muuse ayaa ka masuula Muuse ictiraaf baynu leenahay magaciisa maxaa la yiraahdaa ولم ما مغرين موسى هي موسى اعتراف
ما شاء الله ما شاء الله هذا نقول فرح سرنا اليردان عكوا ذا هذا الأكسن واحد رجينا يا سلام ما أنت عكي وصوب بحيو إلى ما أنت عكي ركنتان وفروا واحد حسيحني كينا أوير وين لا بتوقف كنا كينا أوير حبلي حافلين ولا مرة حبلي روح روح بذباتين لا حد لا حد درس كينا كريها كوكا راعة كوكا نعيا إلى الحزب يوكل مين الله عليه كوكا نعيا إلى دورشة إلى غير نصيان بوب ما تشيرو لكن سوى نفسه ولا حد لا وفروا بكويري كي كسي بدينا يانا حكا بديو كوير نوير لا بتوقف كنا دلت هرمود واحد كفلينا سيدا وينوشي يجي قدوميها مرودشة وحين وير قدوميها مرد جه واحد نقض دون هرمود كه يو دلله ذكرية الله شقين دون تا نقل شقين دون كان بيك صماها لتاه على الكهرب أنا وين رجينا يا حزب وطننا فريت ما حنقد ريا ورد دلله ده عنا عبد اللهوني هدارون هاي حزب كل مية إذا كوا حلا هان شفتين هير هبل بانو صابي ري صماها دلله ده حيجي نود دايدي هير هبل كي نيس كوات ميرهين حزب كل وطن يساسين ولنا ويا كل مية وقف برابي إن دلدها ما قعد دلدها أنو أنا جوسوك كأنه دلده بلاي يا تيمي دلده بلاي أنا قوم إيجي إني قبيل يدو أنو إيجي إنا اللي يرد إيه برشة الرجال سمال لأن مرور بقى يشوفان إذا فهم يشوفان إيه قرا واحد الحي واحد جوسوك في رجال قصح إيه رجال قرع صباها ورجال قصح إيه رجال قرع إني وط إسكت داية دلدها فراح كقاضي بركان ما شاء الله لما تيجي نورادا حسب كل مية هنورادا دلده هرمود هنور الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين دمان مرتي شرف تحال كان اسبوع تميد ايوغو مدنيا هاي وسير كينا قدومية هاي نحرير كقو الله قدومية ها قبل كا قدومية ها يحوغ ياش يحوغ ينا دا ان ارور كهرس هرمود ان حب نها شرفت عليه قروح ضبطن هل كان فديا لما أنتي واحد يقول سلام يا سلام تسلام كا والسلام عليكم ورحمة الله وبركات واحد من الله يا هاي كل مية هنول هذا كل مية هنول هذا كل مية مر له هذه مرسة حد هك قولة يستو كل مية هك قولة يستو إذا كنا بوليستا وحرنتي فرحد وين نوعة إلى نوعة وحال كان أو حرنتي حسب كل مياه اسمه قلني ما أدنو إنك أو موچين إنا تاغيرا دا يقرب بيستاك أي نوعة إنا حسب إنا وين إرو عداك أي كل مياه شرف وين بين نوتا وحا إذن كرا إذن شرفا إذن كو موچين إيا تاغيرا دا حسب إنا دو حيسا إنا دا لكن تمادان أون هوبو إنا دين تنكب بدن تهين oo group groupadiino kaliya ay ku registeraysay yihiin in ka badan 1200 qof waxaynu maanta halkan isugu nimid dhalinyaroy maanta waxaynu kulmiyo u taageereynaa maaha xisbiga wadan iyo kulmiye iyo u cid ba tartamaya maaha waxaynu kulmiyo u taageereynaa waa badbaadinta qarankeena jamhuuriyad Soomaaliland waxaynu kulmiye u taageereynaa horumarkii uu kulmiye gaaray 14kii sanadeed ee uu dalka hayay ayaa wuxuu u abuuray cadaawad kii noogu xigay oo aynu jaarka ahayn inuu quuri waayo horumarkii uu gaadhnay waxaynagana inagu waajiba haddaynu nahay dhalinyaradii inaynu difaacanno horumarka iyo jiritaanka Soomaaliland ee aynu xisbigeena iyo mujaahidiinteena hoggaaminaya ay noo xaqiijiyeen cadaawadda maanta aynu caalamku in badan oo ka mid ah cadawinagu ay isku soo baxaysteen waxay ku waajahantay waa horumarkeenna waa ictiraafkeenna waa dekadeenna waa horumarka ummadeenu gaadhay dhalinyaro waxaad leeyahay haddii maxamed kaahin iyo muuse biixi 40 sannadood inay dalkoodan horumar gaadhsiiyaan ay u soo halgamayeen oo ay naftooda u hureen iyagoo idinka yaryar maanta waxa waajib idinku ah inaad idinkuna u istaagtaan garab istaaga difaaca qarannimadeenna waxaynu kulmiye uma difaacayno kulmiye uma difaacayno inaynu mar labaad madaxweyne Muuse Biixi iska calmanno inuu iska taageerno waxaynu u difaacaynaa inaynu qarannimadeenna ku ilaashano inuu ku sugno qarankeenna maanta kuma aamini karno
qarankeena maanta laguma aamini karo gacmo aan ka bareeri karin cadaawada lagu soo qaaday Soomaaliland inaynu gacan u gelino dhalinyaro waxa la leeyahay waxa waajib idinku ah inaad fartiina qalinkiina iyo hadalkiina ugu hiilisaan qaranimada Soomaaliland aad iyo aad baan idin salaamayaa waan idin soo dhaweynaynaa idinka mid baan u nahay halganka iyo dagaalka halka aad ka bilowdeen ayaan anagu idin garab taaganahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل يرادا حوينك مدحد حسبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxad weyn bay ino tahay inaynu halkan maanta wada joogno oo ino wada taaganahay xisbigeenii kulmiye inaynu garbihiisi noqono inaynu sida awalba wada taagnay inaynu garbaha u ahay inaynu halka ugu sii wadno dalada halkan joogtay hormuud aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa hablaha sharafta badan ee halkan la jooga aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa runtii waxaan leeyahay xisbiga kulmiye wuxuu ku taagan yahay marka laga tago taariikhda faca weyn leh ee xilibaan kaare halkan ka taabtay waa dhalinyarada weeyaan waa dhalinyarada halkan fadhida gaar ahaan haweenka waxaan isleeyahay xisbiga kulmiye wuxuu kaga duwan yahay asxaabta kale ee hadda jirta ee tartamaysa ee wax doonaysa waxa uu taagan yahay in 33 sano wixii ay Soomaaliland rajaynaysay ee inteena halkan joogta malahaniga iyo xilibaan kaaro in yarid ka weyno laga yaabo 23 sano inuu dawladdii hore Soomaaliya soo gaarnay intayna kale waxa u badantiin dadkii ku dhashay Soomaaliland dhexdeeda maanta waxaanu taagannahay fikti ugu dambeysay ay Soomaaliland ka baxaysay gaadhigu markuu fikta ka baxayo waxa uu gala xaalad aan laga bedelin gaarka ee geerkiisa laga saaro fikta dusha markuu gaadhana marka loo tashado wixii ku xigay Soomaaliland waxay maraysaa fiktaasi Soomaaliland waxay taagan tahay maalintii hadduu Alla yiraahdo aynu u saareynay banaanka u saareynay aynu gaadhsiinaynay meel aanay dib u soo noqonayn taasina waxa ay noo suurtagelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ku dhawaa qaatay talaabadii ugu adkayd ee uu qaatay madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland waxaan isleeyahay laha jeclada ballaaran ee ku jirta ee taariikhdiisa markaynu dib ugu noqono uu leeyahay iyo mujaahid maxamed kaayn axmed taariikhda ballaaran uu leeyahay waa ta kaliye naga saari karta fiktan deedna dushayna geyn doonta biinillaahi tacaala waxaanu rajaynaynaa inuu sanad kale noqdo sanadkii ictiraafka waxaad moodaa marka kelmadda la leeyahay inay dadka qaar la tahay wax fudud marka la leeyahay sanadkan waa sanadkii ictiraafka dadka qaar waxay ka dhigayaan wax fudud oo la iska oranayo laakiin waa himiladii 33 sano loo joogay waa himiladii dadkii dalkan u soo dagaalamay ay naftooda u soo sadqeeyeen waa himiladii in badan oo halkan fadhida ay aabayaashood ku waayeen waa himiladii hooyooyin badan ay ragoodii ku waayeen waa taaynu u baahanahay oo aan lahayn wax ka noqnoqosha inuu sanadkan ictiraafkeenu ino imaado si adag oo inoogu imaado xisbigeena kulmiya uu keeno biidnillaahi tacaalaana maalinta maalinteeda xisbigeenu guuleystay dalkeenu ictiraafki haysta aynu dabaaldega halkaas ku dhimaado waxa inta badan lagu soo celceliyaa oo malaha aad mooday imika inay dhagaheenii ku badatay xisbiga wadan iyo ku jeesjeesaya wuxuu yahay mujaahid waxa inta badan maanta aynu maqalnaa maalintii mujaahidka ma aha mujaahidkii waa laga soo daalay waxaad moodaa qofka kelmadda odhanaya bal malaha hadhow markuu gurigiisa tago uu dib isku eego inuu isla khajili doono oo odhan doono war maxaa kelmadda iga soo saaray maxaa yeelay dal walbaaba wuxuu ku faanaa dadkii naftooda u soo sadqeeyay dal walbaaba wuxuu sameeyaa taalooyin dal walbaaba wuxuu sameeyaa xasuuso far badan dal walbaaba wuxuu sameeyaa maalmo far badan inagu intaa weliba waxaanu dheernahay inay iyagu iyo nool ay weli inoo shaqeynayaan aynay taagan yihiin halkii ay maanta inaga inagu soo wareejin lahaayeen marka ma aha maanta inaynu iyaga niraahno kelmado ka nixinaya qalbigooda la gaarsiiye waa maalintii loo oran lahaa waa mahadsantihiin waa maalintii loo oran lahaa noo soo dhamaystira dhalinyaraduna ay u diyaar garoobi lahayd in ay kala wareegto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxeena xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan isleeyahay inta aan ka arko
وشخصي arurti misideeda subaxnimo ila 12ka habeenimo xafiiska u fadhiya si ay dhalinyaradu u soo gaadho dalaga dhaxlo wax dhacday maalintii 2017kii oo guuleystay inuu codeynay waxa lagu wareejiyay dalkeena oo u baahan shaqo aad iyo aad u farabadan waxa lagu wareejiyay dalkeena oo u sarifka halka dollar marayo 12kun shilin 7 sano dabadeed maanta waxay leenaga dhaadhicinaya sarifkii sixir barar baa dhaco wuxuu maraya 9500 laakiin ninka taa sheegaya sheegi maayo inuu 7 sano ka hor sarifka uu joogay 12kun maanta oo la leeyahay sixir barar baa dhacayna oo sarifkii joogo 9500 waa runtii culays farabadan oo madaxweynuhu gaar u qaatay waa culays farabadan oo madaxweynuhu uu indhaga qariyay laakiin waa aabo oo wuxuu ku qaatay calooshiisa wuxuu ku qaatay laabtiisa culayska isaga isku dhigay inaannu maanta halka dollar aanu gaari koto kun shilin laakiin maanta aynu leenahay halkii dollar baa 9000 gaadhe 8500 aynu ku celinno dhaqdhaqaaqa hadda bilaabay oo bangigu gacanta ku hayana dhawaan wuxuu ku noqon doonaa sarifku 8500 waxaan tahayna wax weyn oo runtii u qabsoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xisbiga badanka marka la sheegayo wax qabadyada oo madaxweynuhu qabtay xisbiga kulmiyuhu wuxuu ku celceliyaa madaxweyne Muuse wuxuu dhameystiray wax qabadkii madaxweyne Siraayo laakiin xisbiga wadani waxa ka khaldan madaxweyne Siraayo waa aabihii aasaasi xisbiga kulmiye madaxweyne Muusena waa dhameystiray xisbiga kulmiye marka laba kala haraya oo la kala saari karo ma aha ninka madaxweyne Siraayo amaanay madaxweyne Muuse amaanay ka madaxweyne Muuse amaanayna madaxweyne Siraayo amaanay labadooda waa isku mid waa isku taariikh waa isku xisbi kulmiyana waa kulmiye meel uu laba kulmiye ay ku kala jiraan inagu garamayno malaha waxaan isiraahdaa markay laba kulmiye kala sheegayaan gudoomiyaha wadaniga xirsi iyo maxamuud xaashi baa doonaya wuxoogaa inay sheeg-sheegtaan wax qabadkii madaxweyne Siraayo laakiin wax qabadkii madaxweyne Siraayo wuxuu la joogaa kulmiye madaxweyne Muusena taana uu dhameystiray in badan oo saayidana waa uu qabtay dhawaana wax la soo bandhigi doonaa iyadoo beena badan laga sheego buugii ballanqaadyada xisbiga kulmiye oo la yiraahdo uu beenoobay wax dhawaan la soo bandhigi doonaa isagoo in ka badan 180 uu dhameystirmay weliba saayid aan ku qornaynina dhammaystirmeen ayaynu dhawaan soo bandhigi doonaa oo markaa beenaha badan ee la sheeg-sheegayo ee wax weyn ka bedeli doona waxaan isleeyahay maanta halka aynu joogno waxaynu kaliyeen u baahanahay oo aynu kaliyeen u baahanahay markadu eegto xisbiga ina la tartamayo wadani waxa kaliya uu ku faanaa amba uu sheeganaya waxa weeyaan taageerayaashii xisbiga kulmiye maalinta doorashada soo bixi maayaano way niyey jabsan yihiin oo way seexanayaan markaasi maadaama taageerayaashaasi ay seexanayaan anaga guuleysanayna maalin kaliya arki meeshii iyagoo sheegaya taageerayaasha xisbiga kulmiye waxay ku soo jiideen karaan maxay la waxba ma hayaan waxa kaliya ku faanayaan taageerayaasha xisbiga kulmiye way yara caajiseeno way seexanayaan maanta inuu leenahay taageerayaashii xisbiga kulmiye waa halkoodii way ka dheereyn doonaan intii hore guushii horena tu ka daran ayay keeni doonaan biinni Allah taala waxaan runtii ku soo gabagabeynayaa mahadnaq weyn oo aynu hablaha u mahadnaqayno waynu leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin culayska ugu badan idinku idin ku dhacaa codka ugu badan idinka keena mahadnaqa ugu badanna waa in idinka la idin mahadnaqaa dalkan Soomaaliland wuxuu u baahan yahay maanta inaannu halka waxba iska bedelin wuxuu u baahan yahay inaynu soo celinno xisbiga kulmiye markii saddexaad si himilada aynu gaadhayno himiladii 3-7 sano ay noo soo noqoto marnabana fudaysamayno marnabana fudaysamayno ictiraafka iyo muhiimadda uu leeyahay madaxweynaha weyn u ducaynayna waxaanu leenahay mudan madaxweyne ictiraafka noo dhameystir anagana codkaad naga taqaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh mudanayaasha golaha wakiilada ay nagala joogaan xildhibaan axmed kaare iyo xildhibaan xirsi gudoomiyaha gobolka maroodi jeex ee xisbiga kulmiye xoghayaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka xisbiga kulmiye madaxda dalada hormuud gudoomiyaheega ku-xigeenadiisa
حسبك كلمية يدمان بهوينتا دلده هرمود عاو مناسبة قيمها بدن لسكوت مدي حلت الجود حسبك كلمية مرة بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرف وين بين نوتهاي إن أنا كسر قيد الله تردي إن ما دام أورك هرمود ويهي أورو آدي آدوبا حدوي أنه القاضي كريم أو أي قاضي كرتو خيرية عاصمة هرجيسة وإنتي ننعى وهلك أنت مدعي حزبك أمو جنيسة إن أودي أرجلوب يندور شوي كسكسيت كان آديات بن النها بليان نمرك وهرجيسة وأنا فرحت وين مركز أركتو دلني يرو كوكرتاي كودالاتاي قرنك جمهورية الصومالي لان مددي والله صار نقضي قرني مديسة صدق حي صدق كسرنا كسيمان إن دلني يرت هنو عاس وقرن كوجينا تعل حسب كوجينا تعل هل جن كي يقصون تنا تاريخ وناجا ما تناو ديارين قرن كوجا ديسان مستقبل كوجا وارك حسب ككل مية فرحت كوين رنتي مجرتو وحنا نورن كرا جوش وين موقتها عضين تبي نسوق النهدي لهاي العرض حسب ككل مية ولا جسوا شيء كي مددي ودوري لباتن كسنة شري وحسب كأوفع ويل بحدة سياسة ذا ذلك حاجة داء دنا حسب كوعد أيه ودأوي لكن قولها وحسب حقيقي وحسب أبو أود بدل لجمهورية الصومال حسب وطني أيه أبو عمر يار جمهورية الصومال الآن مددي وشري إذا كان كود واوي ما فلا يدريتي نالك شرته مركا وحين لا ترتم ياي وحسب وطني أو عن عسبي والله بدي يكون يتضبي طبعاً كي حسب أهان أي نوع بدينه وحين لا ترتم أي مدحوين موسى بيحلا شرحنا وعبد الرحمن عرو أو مدحوين موسى بيحكب بديه الله بدي يكون يتضبي طبعاً كي فلتا لجب بديه إذن كأي كب بديه أو مدحوينها وعدي ما ترى إذن كأو عدينا يا إنه مرلا صدحات حسب كلمية قوليست مر لبعضنا إن عبد الرحمن دعاء موسى قوليست إذا كيف ترتين بقول وايو مستقبل كنا حكوتنا حسب كلمية قوليست سببه هو كتير أنا حوي ما أنت مدو لقى جوجا تضابرت سموه جدنا دولة الجمهورية الصومالية الآن هي دولة إثيوبيا شيء كيس عهدين رئيس الوزراء إثيوبيا يمدح بين مصبيح هيكل قدومين وحكو تعلقي إن إثيوبيا نا دنيها كان عسى أي سومالي لا إسكاش كليه نتو إن جونا مددا بعد جواب كين يبغوا هنا اعترافها أي دولة إثيوبيا نصيص حسب الكهر يمدي حس الشيخ محمود كلا درين نقدوا وطني توطنينا عدين نقوم على سماه واجب كيسو إني نريدنه وليبا معها إنه مدحته يكسو بحواي وحواي إنه ساحت حسبها كسر ما دام وقرر نمد كوري مدو دعا حتى حسبها معها إنه مدحته إنه كرهات وإنه حسبها ما شوق بحا وإنه دل كان حسب قرر نمد كوري مدى إنه حسبها نجر معها دل كان حسب كوري مدى إنه نقرر كيسو جري إنه يسوق نجر معها وينو سلو قال الله إنه عبد الرحمن دعي لكن إنه حسبها أنا وبابا إنه دونين إن شاء الله تعالى مستقبل كيم بريت ولاتي وزيره دي بريباتي مدح توي دي بريت ولا إياه بلا مستقبل كهو ترتمياتي حل بعنا ده هالك فردية دور شوي كصوص عددت كي وحدي مترتمي مركا مستقبل كي نما أهو كله هتحسب هذا عضي سانة إنتي السياسة ده مش السياسة كله هنا وحد كده حركي سوى حسب لكل ميوي مركا سدى الله عضينا يا رمانت يو دلالة يو سدى أيسكوب بدش السياسة دينه ودكتي مو بلادة قعدت كود سدى تام بامانت أدوح والبكرة سعطة أول تلفزيون يجري الأخرية ما أنت إنتي نهال كان فرد داعي وين أدمرك هذا ركتان ورحش بيجو كل مية ليه هاي أشهر جريسا
aad faafisaan aad wax way sheegtaan in xisbigan xisbiga rajada mustaqbalka Soomaaliland yahay waayo codayntu kala haatoma mabaadiida xisbiga waxaad ku xambaaraysiin faafinta barnaamijyadiisa iyo siyaasadiisa marka waxay noo balana mustaqbal wanaagsan maalmo wanaagsan bay noo soo socda oo dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland la ictiraafi doono saaxiibadeena inu doorashada la gali doono dalkan oo la ictiraafo waxaad maqashiin iyadoo ay raadaan isbeddel 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 horta isbeddel yaa sameeya isbeddel wax sameeya nin cusub oo taariikh leh oo inala tartamaya intan isbeddel tirada kulmi ayaga bedelay waa wasiirada xilka laga qaaday oo qaarkood xataa xisbigaba ku jiri jiray kuwa maanta leh waa in laga qaado oo isbeddel la sameeyay waa kuwii kulmiya bedelay weey marka waxaad leedihiin kuwii kulmiya bedelay waxba bedeli maayaan baan leedihiin halku dhigeenu kaasoo noqonaya kuwii kulmiya bedelay waxba bedeli maayaan waa iyagaynu bedelay waxaad ogtihiin buug uu fudayd ku qoray nin xirsi la yidhaahdo guddoomiye ka ah xisbiga wadani buugga raadsada taariikhe cajiiba ku qoran waxay niga soo qaadayaa laba qodob waxaa ku qoran jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarannimadeeda haddaanu qabsanno dalka dib baan ugu eegaynaaba ku qoran waa qarannimadan dad u soo dhinteen u dhaawacmeen marka ninka xisbiga maanta la qarannimada in dib loo eego ayaanu doonaynaa tacid dooranaysa ma jirto waxaa kaloo ku qoran waxaan aaminsanaa inaanu madaxweyne Muuse Biixi u qalmin inuu Soomaaliland madaxweyne ka noqdo taasina ku qorantay dadka wadani ku jira waa dadka noocaas dadka inala tartamayaan waa noocaas madaxweyne Muuse markuu halgamay xaq u joogay sablaale meel la yiraahdo joogay aad u xiftiya xirsi xaq u joogay ciyaala sablaale u haabada la miisay markuu Muuse Biixi tartam inay halgamay ciyaala sablaale u haa xirsi halkaas u qamadiga ku cun jiray marka faanka iyo kaara jeeda iyo waxa waxba kama jiraan li kaara jeeda waa fudaydka iyo waxyaalaadka xisbiga wadani leeyahay marka haddaad maqashaan iyaga iyo urur kale oo ka ah laydhaaba bari iskaashanayana waxba isma kaashanayaan guuldarrada isla garab joogaan marka waxa weeyaan guul baan nii rajaynayaa dowladda hormood waxay hormood u tahay guusha xisbiga kulmiya dowladda hormood waxay hormood u tahay guusha xisbiga kulmiya hablaha quruxda badan leh mustaqbal wanaagsan baan u rajaynaynaa marka dalka la ictiraafo inaan kaste dahabkeega iyo meherkeeguna qaalmi noqoto wallahi tacaala kulmiyaha guuleysto kulmiyaha guuleysto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha guuleysto